ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من ساعة صيام، والتي نخصصها اليوم للاحتفال بأعظم وأجمل ليالي الأرض، حيث تنزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. كيف تحيي وتحتفل بليلة القدر؟ شاركونا بآرائكم والأسئلة حول موضوعنا اليوم، وذلك من خلال التعليق على صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وعلى تويتر، فضلا طبعا الرسائل المصورة على يوتيوب وإنستغرام، فشاركوا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هي البلاغة القرآنية التي توجز الكلمات وتطلق التعبير وتمهد السبيل أمام القلب والعقل في محاولة تخيل عظمة تلك الليلة التي تفوق حدود الإدراك البشري أو الإدراك البشري. هي الليلة التي اختارها سبحانه لبدء تنزيل القرآن الكريم من الملأ الأعلى إلى الأرض، ليكون منذ تلك اللحظة دستورا للبشرية وميزانا للأعمال ومصدر ضبط القيم والمعايير والأخلاق. اعتاد الوطن العربي والإسلامي الاحتفال سنويا بهذه المناسبة الجليلة والهدية القرآنية في ليلة 27 من رمضان، فكيف تنعكس تلك الاحتفالية الإسلامية على حياتنا وحالنا مع القرآن؟ وكيف نربط إحياء ليلة القدر بصحيح الاعتقاد والإيمان ونطبق ذلك على السلوك؟ للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، وحضرتك بخير، والسادة المشاهدين جميعا في أمن وعافية وخير وبركة ورحمة من الله رب العالمين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وبداية، ما المعاني والدلالات التي نستشعرها من مخاطبة الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم بقوله وما أدراك ما ليلة القدر؟ الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه. ما أدراك، يا تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما في هذه الليلة من بركات وخيرات لا توجد في أي مساحة أخرى من مساحات الزمان على الإطلاق. فيها خصائص لا تتاح ولا توجد في أي مساحة زمنية أخرى على الإطلاق. لو حبينا نرصد بعض هذه الملامح التي تختص بها هذه الليلة وتنفرد بها عن سائر الليالي، أقول لحضرتك جملة منها. أولها أن بين سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 610 سنين، فجوة زمنية كبيرة جدا بين النبوتين، ملئت بالوثنيات وبالشركيات وبالضلالات. كان الناس يعبدون كل أشكال المعبودات بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، الأصنام، النجوم، الأجرام، الأصنام، الشجر، الأرواح، أنفسهم، الحكام. هذا كله كانت معبودات. انقطعت الوحي ففسد الناس. أراد الله تبارك وتعالى أن يصل من قطع بعد 610 سنين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت هذه الليلة وصلة بين سلسلة النبوات التي كانت انقطعت 600 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان العالم مليئا بالخرافة وبالجهل وبسوء التصور العقلي للأمور، فنزلت أول آية في القرآن الكريم تقول للناس حكموا العقل وحكموا الكتاب وحكموا القلم ولا تحكموا الخرافات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كان بداية للإنسان أن يستعين بهذا، أن يستعين بعينه، أن يكتب، أن يقرأ، أن يتعلم، أن يقيم دينه وحضارته على أساس من العلم. كانت هذه الليلة بارك الله فيكم كما قال الله تبارك وتعالى خيرا، كانت خيرا من ألف شهر. ما معنى خير من ألف شهر حضرتك؟ الناس بتحسبها 83 سنة وأنا ما بحسبهاش كده خالص، أنا شايفها غير كده، وليس هذا رأيي، إنما هي رأي عدد من الأئمة الكبار. الألف ذكر للتكثير وليس للحصر.
يعني مش معناها إن هذا هو المقدار شهر الفعلي، نعم. إنما هو للتكثير أكثر 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 من ألف شهر، كما يقول، كما قال الله تبارك وتعالى، لم يقل ألف شهر تحديدا، نعم، لكن خير من ألف شهر، نعم. لكن الله تبارك يعني ذكر في القرآن سبحانه وتعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمحزحزين. أحدنا يحب أن يعيش ألف سنة؟ لا والله ما نحبش نعيش ألف سنة، أنا نحب نعيش ما للأبد، لا نموت بعد ألف سنة. فالمراد بالألف سنة في الآية إيش؟ أن يعيش أبدا. المراد التكثير وليس المراد الحصر، يعني هذه ليست نصا بالمعنى الأصولي في أن المراد بالعدد ألفا ولا بألف، ولكن المراد بها يعني الدهر كله إذا لم يكن فيه ليلة القدر، هي خير من الدهر كله إذا لم يكن فيه ليلة. وهذا المعنى أوسع من معنى 83 سنة. ولكن هذا لا ينفي وجود تفاسير، وتفاسير لا هذا تفاسير كثيرة، نعم، تفاسير معتبرة كثيرة تقول بأنها لأنها 83 نعم. سنة وأربعة أشهر أو نحو هذا، هذا موجود في كتب التفسير، نعم. لكن من المفسرين زي مثلا الأستاذ الشيخ الطاهر بن عاشور مثلا في التحرير والتنوير وآراء الإمام القرطبي وغيره، بأن ليس المقصود الألف شهر، إنما المراد التكثير في الزمن، أنها خير من الزمان كله إذا لم يكن فيه ليلة القدر. هذا معنى أيضا جديد في نظرتنا لليلة القدر. أيضا في هذه الليلة اصطفي اللسان العربي والأمة العرب لتكون لسانا لآخر كلمات الله تبارك وتعالى، نعم. يعني ما نزل على عيسى صلى الله عليه وسلم لم يكن بالعربية، نعم. ما نزل على موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن بالعربية. اصطفيت العربية لتكون خطاب الدنيا كلها بعد ذلك، وهذا يبين جنايتنا، حجم جنايتنا على العربية وجنايتنا نحن العرب، ويبين جنايتنا نحن العرب على دورنا الحضاري ودورنا الديني وريادتنا لقيادة الأمة. الله اصطفانا لنقوم بمهمة لا نقوم بها بل نحاربها. الله سبحانه وتعالى اصطفى لساننا ليكون وعاء لأقدس الرسالات وأبقاها، وضيعنا اللسان العربية فلم يعد عندنا أولئك الفصحاء المرقصون الذين إذا عبروا أطربوا، لم يعودوا موجودين حتى للأسف. يعني أخبط فيكم شوية، على مستوى الإعلام، على مستوى الصحافة، على مستوى الكتاب، صارت اللغة ضحلة كثيرا، وصارت يعني سطحية، ليس فيها هذا الجمال والتأنق في الصياغات وفي التعابير، لم يعد هذا موجودا، مع أن القرآن الكريم هو قمة معايير البلاغة. واصطفاء العربية واصطفاء العرب نوع من التمييز الكبير لنا يا أستاذة، نعم. وهذا ما يجعلنا أو نستطيع أن نقول به أن يوم ما اختيرت اللغة العربية لأن تكون لغة ختام الرسالات السماوية، نعم. كان هذا يوم تقدير لهذه اللغة الأم، تقدير وإعلان أنها ستبقى إلى يوم الدين، لن تموت، نعم. هي لغة ستبقى حية، نحن نموت، نحن نضيعها، لكنها ستبقى ببقاء القرآن الكريم، نعم. أيضا في هذه تفضلي. يعني أستأذن منك قبل الاسترسال، ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. فضيلة الدكتور، فضيلة الشيخ عبد السلام، سبب فضيلة الدكتور الشيخ عبد السلام، أهلا بك، نعم. ما سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم؟ لما ليلة القدر؟ الذي سماها هو ربنا تبارك وتعالى، نعم. كلامنا في فهم معناها هو مجرد اجتهادات محاولة. الله سماها ليلة القدر، فنحن نسميها بتسمية الله، دي العلة الحقيقية. نقعد نتفلسف ونجيب آراء، الله سماها ليلة، يعني هذا اسم، اسم فقط، لكن العلماء يعني لهم في هذا أيضا آراء كثيرة. منها مثلا أن الأرض تضيق، لأن التقدير التضييق، فظن أن لن نقدر عليه، تضيق الأرض بكثرة الملائكة النازلين فيها في هذه الأيام. هذا وجه جميل جدا من معاني الكلمة طبعا. القدر أيضا معناها القضاء والحكم، والله تبارك وتعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم. الله تبارك وتعالى يقضي في هذه الليلة
يعني كما قال بعض المفسرين وبعض العلماء، أعمال السنة كاملة، الآجال والأرزاق والأعمال، ومن يدخلون الجنة من يدخلون النار، يعني هذا من التقدير. أيضا من القيمة والمكانة من معاني القدر، يعني نقول فلان عالي القدر، عالي القيمة، عالي المكانة، عالي المنزلة، فهي يعني سيدة الليالي، ملكة الليالي، فقدرها عظيم، هي سامية بكونها يعني عالية. الناس تأولوها لغويا من جهة المكانة، من جهة القدر، من جهة الحكم والقضاء، من جهة التقدير الذي هو بمعنى التضييق، وربما كان من التضييق على الشياطين، لأن الشياطين مصفدة، وده معنى أتمنى أن أثيره أيضا، هل الشياطين مصفدة ولا لا؟ وأنا بقول لا بالمناسبة، أنا من يقولون ليست مصفدة، هذا انقلاب في موازين السائد، لا مش انقلاب على الإطلاق، مش انقلاب، هي فقط رؤية للنص القرآني. طيب الشياطين مصفدة. طيب قبل أن نسترسل في هذه النقطة المهمة، معنا اتصال من السيد محمد من المملكة العربية السعودية، أهلا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله. ليلة القدر مباركة، صلاة وعبادة، ويطلب من الله المغفرة والرحمة، وأن يعيده إلى الصدقات والزكاة، وأن يطهر قلوبنا ويخرجنا من النار جهنم، إن الدنيا فانية ونار جهنم ليس فانية والجنة ليس فانية، أهل النعيم وهم ليلة القدر اللي عند الله مقدرين، ليخاف الله ويصوم ويتصدق ويرجع إلى الله يتوب ويطلبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك أخي، بارك الله محمد فيك. شكرا لك على هذه المشاركة. وقفنا عند أقول لحضرتك الشياطين، ليست مصفدة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الصحيحين وصفدت الشياطين، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، هذا حديث صحيح في الصحيحين، رده مشكلة كبيرة، لكن نحن نفهمه فقط، هل البارات مفتوحة؟ هل الخمارات مفتوحة؟ هل المعاصي موجودة؟ هل الحروب دائرة؟ هل القصف على بلاد المسلمين موجود؟ كل حاجة موجودة، معناها أن الشياطين موجودة. طب إذن ماذا يقول العلماء في معنى تصفيد الشياطين؟ هذا ما نريد الوصول إليه. العلماء لهم آراء في معنى التصفيد، قالوا إنها ليست مصفدة على كل الناس، وإنما هي مصفدة عن الصائمين صياما صحيحا حقيقيا. ما في ناس بتعمل، الله يبارك في حضرتك، سحور راقص وإفطار راقص، هو ده صيام؟ هذا هيكون صيام مثلا؟ ده الشياطين موجودة بمنتهى القوة بمنتهى الحضور. يبقى قالوا إنها مصفدة. طيب في وجود المعاصي فضيلة الشيخ، يعني هناك الشيطان وهناك النفس الأمارة بالسوء، هذا سيأتي. إذن ما نراه ربما يفسره البعض هذا من الأنفس، من هذا النفس وأماراتها بالسوء. نعم، العلماء فسروها بتفاسير كثيرة كما ذكرت لحضرتك. أولا قالوا إنها مرضة الشياطين فقط، هم المصفدون كبار قالوا إنها مصفدة في أعمال دون أعمال، قالوا إنها مصفدة فقط عن الصائمين صياما حقيقيا يتقون الله، فإن الله ييسر لهم صيامهم ويبعد عنهم الشياطين ويصفدها. ليس كل الشياطين مصفدة كما يتوهم، وإلا فهي موجودة. قالوا إن شياطين الإنس مصفدة، لكن شياطين الجن مطلقة. يعني أنا آسف، العكس، شياطين الجن مصفدة، شياطين الإنس مطلقة. الشيطان شاطر حريف، بيجي قبل رمضان بستة أشهر، سبعة أشهر، بسنة، ويشغل الجنود بتاعه. يعني أنتوا عاملين لنا في الإعلام مثلا مسلسلات بنحو 4 مليارات جنيه، مش إحنا أكيد، الإعلام. نعم الإعلام، أنا أقصد الإعلام، عامل لنا مسلسلات ب4000 جنيه، لدرجة إن في واحد ممثل مليار. واحد 4 مليارات، ممثل واحد واخد 40 مليون جنيه على 30 حلقة في مسلسل، يعني الحلقة بمليون جنيه و30 ألف، متخيلة حضرتك؟ ده شغال فقط عشان يسرق صيامه وصيام حضرتك. والغريب ان المسلسلات دي كلها من البلاد اللي هي تمر بازمات سياسيه واقتصاديه حاده، سوريا ومصر مثلا، اكثر الاعمال الدراميه الضخمه طالعه من هنا ومن هنا، حيث الضغوط، ومع هذا شياطين الانس شغالين بحرفيه عاليه جدا عشان يسرق. فممكن شياطين الانس الجن مصفده، شياطين الانس مطلقه،
فهي أشكال التصفيد ينبغي أن ننظر فيها كيف هي. أما إن محمد صلى الله عليه وسلم قالها فقد صدق، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، تصفد الشياطين. لكن هل كلها؟ هل مردتها؟ هل عن كل الناس؟ هل عن بعض الأعمال؟ هل شياطين الجن؟ هل هناك أمراض أخرى زي ما حضرتك تفضلتي؟ نعم. إني بليت بأربع ما صلته إلا لأجل شقاوتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى. نعم. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ يعني هو ده مصفد لكن نفسي موجودة. مطلقة. نعم. هوايا مطلق، حب الدنيا ومغريات الدنيا، هذا أيضا قد يكون من الأشياء المطلقة ضدي أنا كصائم. نعم، نتحدث عن فضائل ليلة القدر، ولكن معنا اتصال من السيد أبو كمال من العراق. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم مقبولة. السلام. عليكم السلام، تقبل الله منا ومنكم أخي. أبارك لكم ليالي القدر ويوم القدس العالمي. وحبيت أسأل بأنه ما أفضل الأعمال في هذه الليلة، يعني الصلاة قراءة القرآن و يعني شو يعمل احسن. نعم، وصلت الفكره وواضح سؤالك سيد ابو كمال، شكرا لك. يجيبك ان شاء الله فضيله الشيخ. افضل الاعمال، نجيب على سيد ابو كمال، افضل الاعمال في هذه الليله. الله يبارك فيكم وفي الاخ ابي كمال. افضل الاعمال ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. الخير في الاتباع. ماذا كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان اذا دخل العشر الاواخر جد وشد المئزر واعتزل أهله، جلس يقوم الليل لاعتكاف، واعتكف وصلى وتصدق. فنحن بين الصيام في النهار وبين قراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء وبين التصدق وفعل الخير وبين صلة الرحم. والمعتكف عليه أن يبقى في معتكفه، فقد كان صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يعني يعتكف في العشر الأواخر. ومن أهم الأعمال التي يعني يغفل عنها الناس في هذا تدبر القرآن. الناس يقرؤون القرآن، الناس يقرؤون القرآن وعايز يختم ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة. لا أعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم ختم أكثر من ختمة واحدة في رمضان إلا في رمضانه الأخير صلى الله عليه وسلم، فقد ختم القرآن مرتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. قراءة المتدبر، قراءة المتأمل، هذا الذي نرجوه في رمضان يا جماعة الخير. نحن هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه كان لم يزد عن ختمة واحدة طوال رمضان إلا في رمضانه الأخير قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، عرضه على جبريل مرتين. ولذلك أنا أدعو إلى سنة التدبر أيضا في رمضان، مش مجرد الختم والقراءة، إنما سنة أدعو إلى سنة تدبر القرآن وتأمله والنظر فيه. يعني عارفة حضرتك، أنا لو بقيت مع ربع أو حزب فقط لأتأمله وأتدبره وأفهم معانيه خير من أن أقرأ جزءا كاملا بلا تدبر، كأني جهاز كاسيت. نعم. إيه نعم. طيب، معنا اتصالات. السيد محمد من البحرين، أهلا بك. حبيت يعني أسأل الشيخ، نحن في بلدنا منعونا من الخروج بمظاهرات يوم القدس العالمي وهي نصرة لأهل فلسطين. يعني الآن هذه الحكومة على الأسف حكومتنا يعني مع إسرائيل، مع الكيان الصهيوني، ما موقفنا يعني الآن وما موقفنا مع هذه الحكومة الظالمة؟ منعتنا من الخروج. أيضا في الإمارات ممنوعين من الخروج ضد إسرائيل في اليوم القدس، وفي السعودية يعني والله يسأل ليش حكوماتنا العربية. شكرا لك. لو اتسع الوقت أستاذ محمد للإجابة، حيث أن موضوع اليوم هو ليلة القدر والتركيز على الأسئلة الخاصة بهذه الليلة ورمضان بشكل عام. اتصال آخر من أبو نجم من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. تقبل الله. نحن في عشرة الأخيرة من شهر رمضان وليالي القدر، واليوم يوم الجمعة. هل يجوز الاحتفال في يوم القدس العالمي
يوم ونحتفل في هذا اليوم. شكرا جزيلا ويا ليلة القدر. طيب هل يجوز الاحتفال بيوم القدس العالمي فضيلة الشيخ؟ القدس لا يحتفل فيها بيوم معين، ولا أعرف أن لها يوما، وإنما اليوم يوم سياسي أكثر منه يوما دينيا. أتمنى جميعا أن نحتفل بعودتها. القدس بلدنا وقبلتنا الأولى ومصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نختصر عنايتنا بها في يوم واحد. هذا نوع من الإلهاء السياسي فيما يبدو لي. القدس ينبغي أن تكون قضيتي النهاردة وبكرة وبعد 6 أشهر وبعد سنة، وينبغي أن أتكلم عنها على المنابر وفي المحافل، لكن أن أختصرها في يوم واحد أنا أخشى أن يكون هذا نوع من الإلهاء السياسي الذي نتجنبه. لكن أخي تكلم عن القدس في كل وقت، قل وكل أن القدس هي مدينة المسلمين وهي مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لن أتخذ الأمر لأي غرض آخر. القدس حبيبتي. اسألي كثيرا من الناس الذين يتكلمون عن القدس يا أستاذة، اسأليهم عن المسجد الأقصى، لا يعرفونه. أقسم بالله العظيم أنا عملتها على مستويات أكاديمية عليا، على مستوى أساتذة جامعة، هل تعرفون المسجد الأقصى ما هو؟ ناس تقول القبة الذهبية، ناس تقول القبة الفضية، ناس تقول لا، ليس هذا كله. إنما المسجد الأقصى هو كل ما بين الأسوار، 144,000 دونم، 144 دونم، 144,000 متر مربع، 1,000 متر مربع، فيه 50، فيه 45 مسجدا. الناس لا تعرف هذا. ناس تعرف القبة الصفراء، لكن أنا عندي 5 مساجد كبرى في المبنى، وعندي 40 مصطبة، مسجد غير مسقوف، مسجد مفتوح، غير المدارس وغير. هذا في وصف يعني المسجد الأقصى. معنا اتصال أم فقدنا؟ فقدنا الاتصال. الناس تكمل ما كنا نتحدث عنه فضيلة الشيخ، وكنا نتحدث عن فضائل ليلة القدر، لو تعددها لنا سريعا. ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى هي خير من 1,000 شهر. وهذه يعني أولى الفضائل. فيها تتنزل الملائكة والرحمات. تخيلي معي بعين القلب كده، يعني وفود الملائكة تنزل منيرة في هذه الليلة، تحضر مع المؤمنين القيام والتهجد والاستغفار والتسبيح. إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى تداعوا هلموا إلى حاجتكم وجلسوا مع المؤمنين. تخيلي جامع عمر أو جامع الدولة عندنا الإمام محمد بن عبد أو جامع أبو بكر الصديق، والمسلمون مجتمعون والملائكة معهم. ليلة القدر ليلة السلام، ليلة السلام فيها رضا الله، سلام هي حتى مطلع الفجر. ودنا سيدتي قام على السلام، يعني هي نزل القرآن في هذه الليلة ليكون دين سلام وليس دين حرب كما يصور، وليس دين عدوان، وليس دين قسوة. سلام دين الإسلام، ربي اسمه السلام، تحيتي السلام عليكم ورحمة الله. ليل القرآن كله نزل في ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذا من بركات هذه الليلة. من بركات هذه الليلة، وقلنا من مزاياها أن الشياطين مصفدة، من مزاياها اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من نعم الله تبارك وتعالى الكبرى علينا. في هذه الليلة نزل القرآن تنزيلين مرتين. نزل المرة الأولى من بيت العزة إلى السماء الدنيا كاملا، ثم نجم نزل متفرقا بعد ذلك ابتداء من ليلة القدر على 23 سنة، حتى نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو اليوم أكملت لكم دينكم، على اختلاف العلماء، حتى نزلت هذه الآية. كله سلام في سلام في سلام. هذا من حسنات ليلة، من حسناتها أن أبواب الجنة تزين لاستقبال الصالحين، كما قال الله تبارك وتعالى فتحت بصيغة التضعيف للمبالغة والزيادة في المعنى، فتحت أبواب الجنة. وغلقت أبواب النار، وهذا أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى يعين عباده. ولذلك تجدين الصيام على الناس في أثناء رمضان سهلا كثيرا، في حين لو حب يصوم في غير رمضان يستثقل هذا.
الخير الاجتماعي. أن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام يسخي النفوس، وهذه وصية أيضا، نحن نسخو بألسنتنا بالكلام الطيب، بأيدينا بعطاءات الله تبارك وتعالى، بقلوبنا برحمة عباد الله تبارك وتعالى، وبالانكسار لله رب العالمين. هذا من يعني فضائل ليلة القدر، وكما قلت نعم من بركاتها اصطفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الحمل وما المسلم. لهذه الليلة من فضل وعظم في شأن المسلمين أو عند المسلمين، يكون التحري عن هذه الليلة له ما له في نفوس المسلمين. من منا لا يتمنى أن يعني يتحرى ليلة القدر؟ نتحدث على تحري ليلة القدر لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود لنواصل الحديث حول فضائل ليلة القدر وكيف نكسب ونفوز بهذه الليلة. مشاركتنا الغير لما نملك تنير دروبا كانت مستحيلة، نجوب القارات بنورنا ونرسم بالعلم لوحات جميلة، نسعى إلى تفعيل المواطنة الصالحة للمسلمين في مجتمعاتهم الغربية، فالإسلام رسالة سلام وتعايش وعطاء. ساهم في إنشاء مركز النور، أكبر مركز إسلامي في أوروبا، من خلال تبرعك على أرقامنا أو على موقعنا الإلكتروني. بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه ووحدة الأمة العربية. انضم إلى حسابنا على تيليجرام AGM مباشر وتابع آخر الأخبار أولاً بأول. نساعد الناس بأبنائها بمقاوميها، نرسل رسالتنا للعالم كله، سوف يحرر الوطن كله. وحدة وطنية، وحدة وطنية، وحدة وطنية، وحدة وطنية. صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال. طيلة شهر رمضان نلتقي على مائدة الإفطار في حديث شيق وحوار، نفطر مع ضيوفنا، نناقشهم، نستمع إلى تجاربهم وآرائهم. إفطار مع على الجزيرة مباشر. لقائنا اليوم من ساعة صيام والتي نخصصه لتلك الليلة المشهودة العظيمة، ليلة نزول القرآن على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ معنا. وكنا تحدثنا قبل الفاصل عن تحري ليلة القدر وتشديد المنهج الإسلامي على تحري تلك الليلة وتتبع تلك الذكرى والتفتيش عنها. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. كلام حضرتك طبعا ضروري، تحريها هذا صار الآن رسميا أكثر منه فرديا.
بمعنى أن الناس يعني الحكومات صارت تحدد أول رمضان وتحدد العشر الأوائل الأواخر وهكذا. نعم. فصرنا نعرف بشكل رسمي متى يعني تكون الليالي الفردية والليالي الزوجية. إلا إذا قصدنا بالتحري ماذا نفعل في هذه الليالي، إن إحنا نحرص فيها من أولها، نكون جاهزين مستعدين، نفرغ أنفسنا فلا ننشغل بأي شيء عنها من قبل المغرب، من أراد الاعتكاف أو من أراد البقاء في المسجد أو كذا يعني يشد المئزر ويبقى ويجتهد ينوي قبلها يعني أن يجتهد في هذه الليلة أطول مدة يستطيعها من المغرب إلى الفجر ربما. يتخلل هذا طبعا طعام شراب كذا. نعم. لكن يعني نجتهد فيها، لكن أي ليلة هي؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه. كيف نتحراها؟ نعم. بمعنى الآن الله تبارك وتعالى رحمن رحيم، ولكن ابن آدم عنده أخطاءه، يعني بيننا وبين الدول فروق في التوقيت كبيرة جدا. بيني وبين أمريكا أحيانا 13 ساعة، فالنهار عندي ليل وعندهم نهار. كيف أعرف ليلة القدر؟ هذا سؤال مهم جدا. بيني وبين استراليا 7-8-9 ساعات، ممكن تفرق معايا في الليل والنهار. كيف أعرف ليلة القدر عندي؟ الفردي عندهم زوجي عندي، والزوجي عندي فردي عندهم، صح ولا مش صحيح؟ صحيح. طب هتبقى ليلة القدر فين؟ وأحيانا نعم. في نفس المنطقة في الوطن العربي تصوم بعض البلدان الإسلامية في يوم معين واليوم التالي تصوم هذا البلدان هو الإسلامية. وحنا نخطئ في تقدير ليلة في تقدير بداية رمضان، فنخطئ بالتبعية في تقدير ليلة القدر. يبقى احنا بنقول ليلة 27 وهي كانت قبلها بليلة أو بعدها بليلة. طيب ما معنى ذلك فضيلة الشيخ؟ معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ترك الأمر مرنا جدا لنا، ليقول إن العشر الأواخر من أولها لآخرها هي مرنة تحتمل أن تكون فيها ليلة القدر. وهذا كلام كثير من العلماء، وإن كان كثير من السلف يؤكدون على 27 رمضان هذا كلام، لكن 27 قد يفوتني، مش ليس بيدي، ولكن بيد الحساب الخطأ، بيد أننا لم نرى الهلال، بيد كذا، بيد فروق التوقيت بين الدوحة وبين واشنطن مثلا أو ميامي أو كذا، في فرق كبير جدا في التوقيت. ليلة القدر عندي قد لا تكون ليلة القدر عندهم. معايا حضرتك؟ نعم. طيب معناها أن ممكن هل يحرمون إذا كانت ليلة القدر في الدوحة؟ مش هيكون في ميامي مثلا ليلة قدر؟ ما أنا بيني وبينهم 13 ساعة. أنا أقول أن القضية مرنة جدا، وإن ليلة القدر قد هي مسألة فردية أكثر منها جماعية. نعم. يعني قد أكون أنا في المسجد بجانب إنسان يمن الله تبارك وتعالى عليه بخير ليلة القدر وبركة ليلة القدر، ولا يمن على الذي بجواره. يعني معنى ذلك أنها لا تكون في ليلة بعينها، نقول أن هذه هي ليلة القدر التي يستجيب الله فيها الدعاء لو صادف دعاء. لا نستطيع تحديد هذا، وإن كان كثير من السلف يرجحون نعم. ليلة 27 لا شك طيب. في هذا، لكن لا نستطيع أن نجزم. الله عز وجل تركها لي مرنة حتى أجتهد في العبادة، لم يسمها برقم نعم. معين. نعم. الموضوع يعني يحتاج لنقاش أطول قليلا. معنا اتصال ثم نعاود مواصلة الحوار. سيد حسن من مصر، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا نسأل فضيلة الشيخ ما هي دلائل ليلة القدر؟ ما هي دلائل تقصد علامات ليلة يعني نعم تقصد علامات ليلة القدر نعم أيوه علامات دلائل ليلة القدر. سؤال آخر. شكرا لك السيد حسن من مصر. هو يسأل عن دلائل أو علامات ليلة القدر. هناك علامات مادية ليست حاسمة في ليلة القدر، للأسف الشديد الناس يتناقلونها، يقولون أيضا هو بسبب ضيق الرؤية هي المشكلة هنا. ناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رأى أنه سيقوم صبيحتها وهو ساجد بين الماء والطين، هتكون الدنيا بتشتي وانت عارفة المسجد غير مسقوف، يسجدون على الطين، وستكون الشمس صبيحتها
يعني غير حارة مضيئة غير حارة وسيكون. طيب لو جاء رمضان في الشتاء، لو جاء في عز الصيف، رمضان في المناطق الاستوائية ليس فيها هذه العلامات، رمضان في البلاد التي فيها شتاء 24 ساعة ليس فيه هذه العلامات. هذه العلامات كانت فقط زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تكلم عن ليلة القدر. إحنا جعلناها علامات مطلقة لكل زمان ومكان. يعني في بلاد الليل فيها ستة أشهر، هشوف الشمس إزاي بالنسبة لليلة القدر؟ في بلاد نهارها ستة أشهر وما فيهاش شمس برضو، عفوا اسمحيلي. في بلاد حارة حرارة شديدة جدا، في بلاد تمطر 24 ساعة. لذلك أنا أرى أن العلامات المادية، تحديد ليلة القدر بعلامات مادية، نوع من التقصير. هذا غير صح. هذه كانت موجودة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن ليلة القدر. لا أستطيع أن أعممها لكل بلد ولكل مكان. البلاد تتفاوت مناخا وحرارة وبرودة. طيب. حتى نختلف في المواسم، مرة بيأتي في الشتاء، مرة في الخريف، في الربيع، في الصيف، فالجو ليس واحدا. كيف أجعل هذه علامة مطلقة دائمة؟ أنا آسف جدا. إذن ما هي العلامة؟ نستمع إلى ما هي العلامة. نعم. ولكن بعد أن نتعرف معكم مشاهدين الكرام على مجموعة من تعليقات وأسئلة متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل عمر فياض. أهلا بك عمر. أهلا بك أسماء، وأهلا بالضيف الكريم. إذن هناك الكثير من الاجتهادات من الناس حول ليلة القدر، مما يشتهدون به شخصيا أو مما قرأوه، وأيضا مشاركات ردا على السؤال الذي طرحناه، كيف يتحرون ليلة القدر وماذا يفعلون في الليلة الأخيرة من رمضان، وإذا شعروا بأن الليلة التي يعيشونها هي ليلة القدر ماذا يفعلون أو كيف يقضون هذه الأوقات. أبدأ مع فيسبوك وأول المشاركات. وليد يوسف يقول: عشر ذي الحجة أفضل الأيام، عشر رمضان أفضل الليالي، ويوم الجمعة أفضل الأيام في الأسبوع، ويوم عرفة أفضل يوم، وليلة القدر هي أفضل ليلة خاطرة. إذا نذهب إلى التعليق التالي. الأستاذ عصام يقول: أكثر من قول أو أكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأسأله القبول والعتق والمغفرة والإخلاص. هذا مما ينصح به في الأيام الأخيرة من رمضان. نذهب إلى تعليق آخر لعبد العزيز يقول: اليوم آخر جمعة في رمضان تجتمع فيها ثلاث فضائل: دعوة ساعة الإجابة، ودعوة عند إفطار الصائم، والليلة الراجحة أنها ليلة القدر، لا تفوتوها ولا تنسوا المسلمين من الدعاء. نذهب إلى التالي من المشاركات لمها تقول: يا رب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فقدر لنا فيها كل خير، ويسر لنا كل عسر، وأبعد عنا كل شر، واكتبنا من عتقائك في هذا الشهر. نذهب إلى مشاركة أخرى لهذا الحساب يقول: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة أو في التاسعة، ممكن تكون في التاسعة أو في السابعة أو ربما في الخامسة. هنا لمح صاحب هذا الحساب لليالي الفردية. نذهب إلى التالي لهذا المشارك يقول: في آخر جمعة في رمضان اللهم اختمه لنا بالعفو والغفران والعتق من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر. نذهب إلى مشاركة أيضا أخرى لهذا الحساب ويقول: اليوم الجمعة يوم فاضل واجتمعت فيه فضائل عظام، ففيه آخر ساعة من يوم الجمعة، وفيه ساعة استجابة، وفي ليلته تحر لليلة القدر. ننتقل الآن إلى تويتر وبعض المشاركات عليه أيضا. هذا الحساب يقول: بغروب شمس هذا اليوم تحل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، وكان أبي بن كعب يحلف بأن ليلة 27 هي ليلة القدر. الشيخ يصحح لنا هذه المعلومة. نذهب إلى التالي لأحمد يقول: اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اختم لنا شهرك برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنابك أي بجوارك يا الله. نذهب إلى هذا الحساب سحى تقول: اللهم إن كانت ليلة أو الليلة هي ليلة القدر فاقسم لنا من حظوظ الدنيا وخيرات الآخرة، واكتبنا من السعداء والمعتوقين من النار. نذهب إلى مشاركة أخرى أيضا من تويتر لنور الدين ناصر يقول: ليلة تنبسط فيها أكف السماء بفيوض ربانية لتنسكب على الأرض عفوا الظمأ غيثا وروحانيا وعطاء إيمانيا. نذهب إلى المشاركة التالية من التغريدات. سعود عبد الله يقول: اجتهدوا فيما بقي من هذا الشهر المبارك، لعل الله يوفقنا لبلوغ ليلة القدر التي تعادل عمل 1000 شهر.
اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيامها إيمانا واحتسابا. نذهب إلى مشاركة أخرى لنورة تقول: يا رب ارزقنا قيام ليلة القدر واجعل لنا فيها دعوات ودعوات مستجابات وعمل صالح ترضاه عنا. أنتقل بكل هذه الدعوات والأماني من الناس وأيضا بعض الإشهادات إلى الزميلة أسماء. شكرا عمر وشكرا لكل من شارك معنا اليوم. إن شاء الله لو كان هناك استفسار نجيب عليه بإذن الله من خلال الحديث. شكرا لك فضيلة الشيخ. كنا توقفنا عند طرح السؤال من طرفك وهو: أما الدلالات فهي ما هي الدلالات؟ إذن الدلالات المادية متغيرة من فصل لفصل وهذا تجاوزنا، ومن مكان لمكان وبلد لبلد. الدلالات شخصية، أن يجد الإنسان نفسه بعد رمضان بعد هذه الليلة خيرا منه قبلها، أن يحس بقربه من الله تبارك وتعالى، أن يحس أنه صار الإيمان حبيبا إليه مقربا من نفسه، أن يعني ينخلع مما كان فيه قبل هذه الليلة. هذا هو المعنى، الإنسان يتحول فيها من إنسان إلى حد ما بعيد عن ربه تبارك وتعالى ليكون أقرب وليكون ألصق بالإيمان وبالتوحيد وأصدق إيمانا وأخلص في عباداته. هذا هو المعنى الذي أعرفه، لكن أقول أنا شفت القدر يعني وشفت نور. ذكرت في البداية فضيلة الشيخ أني التحري بشكل فردي، هل تقصد بذلك أن لكل منا ليلة القدر الخاصة به؟ وأعتقد أن ربما لكل بلد ولكل موقع يعني ليلته، لأن الناس كما قلنا يتفاوتون في المطالع والمنازل في المواقيت، وزي ما قلت لحضرتك بيننا وبعض البلاد يعني لما تشوف من اليابان إلى أمريكا المسألة يوم كامل 24 ساعة. ففرديك عندهم زوجيك عندهم فردي. فمتى تكون ليلة القدر عندهم؟ هنا القضية فيها اختلاف. والعلامات المحسوسة قلنا تنتقل أيضا من فصول الشتاء للصيف للربيع للخريف، فلا تثبت. والبلاد الاستوائية غير البلاد القطبية، فالعلامة المادية غير كافية. فبقيت العلامة التي يجدها الإنسان في نفسه وهي شخصية، كما قلت قد يفيض الله تبارك وتعالى على إنسان في مسجد من بركاته ومن خيراته. اللهم اجعلنا منهم والسادة المستمعين والمشاهدين يا رب العالمين. وبجانبه آخر محروم. فهي ليست شيء مادي ينزل على الناس كما يتخيلون أو كما يظنون، إنما هو إفاضة أو فيوض ربانية إيمانية إشراقية تنزل على قلوب المتعبدين في هذه الليلة ليكونوا من الله تبارك وتعالى أقرب وإلى الطاعة يعني أدنى ويحبوا ولذلك الإيمان دائما بيعلمنا: حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. هذا هو الإنسان إذا أفاء الله عليه ببركات هذه الليلة، أحب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان وصار إلى الله أقرب إن شاء الله. معنا اتصال من السيد الشريف من السودان، أهلا بك. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. طيب سيد شريف، لو سمحت لو تخفض صوت التلفاز أو يعني تسمعنا من الهاتف فقط حتى لا تضيع المكالمة في ترديد الكلمات كثيرة. إن شاء الله إن شاء إن شاء الله. أنا سؤالي حقيقة يمكن أنا كثير النوم، يعني في ليالي رمضان الثلث الأخير نايم وبكون نايم، فهل ليلة القدر عندما تأتي وأنا نايم هل إن شاء الله تخشاني مع النوم بتاعي ده إن شاء الله يكون أخذ مني كثيرا يعني؟ نعم. أسعدك الله يا أستاذ سيد، بارك الله. إحنا عايزينك تصحى يا أستاذ سيد، ده هي ليلة مش سنة. الله يبارك فيك. هي ليلة، اصحى هذه الليلة يا أخي، خد أجازة من العمل
يعني نام بالنهار شوية صغيرين وسهر. هي ليلى يا رجل خليك جميل، الله يرضى عليك. يعني طيب هو كان له سؤال تحديدا، هل حينما تأتي ليلة القدر وهو نائم كما يقول هل تخشاه هذه الليلة كما المستيقظ؟ خليني أتوسع في شكرا المعنى. لك سيد شريف، استمع إلى إجابة فضيلة الشيخ معنا. خليني أتوسع في المعنى أكتر. لو واحد نيته طيبة ولم يتمكن من أن يتعبد، يعني طبيب جراح بيعمل عملية في المستشفى في هذا الوقت طول الليل قاعد، لا يستطيع التفرغ، لا يستطيع التفرغ، وقعد طول الليل وهو كان ناوي أن يقوم ويعلم الله في قلبه خيرا. واحد مرض شديد ولا يستطيع القيام، شرطي أو واحد قاعد في الخدمة لا يستطيع أن يبارح مكانه، طيار طاير بالطيارة بالليل، في أناس يريدون أن يعبدوا الله لكنهم لا يتمكنون في هذا الوقت، هل يمكن أن يفيء الله تبارك؟ نعم، ما الذي يمنع؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. نعم. انت ضاعت منك الليلة لأنك ما ضيعتهاش، انت وكانت في عمل، النية حاضرة. طيب هذا عن من كان ينتوي أو النية حاضرة لديه يحيى ليلة القدر أو هذه الليالي المباركة، ماذا عن من يتكاسل وهل هناك فرصة لتدارك ذلك؟ دائما هناك فرص، دائما هناك فرص، ويعني لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، يعني لا ندري سبحان الله العظيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا منه في هذه الليالي شد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم، يعني نصحى الليالي نهتم نسيب الأهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل أهله ويعتزل كل من، ولذلك في من المغرب النهاردة مش لازم نعرف بعض، الناس تبعد عن بعض، تقعد مع ربنا، تخلو مع الله رب العالمين. الزوج يسيب زوجته ويسيب أولاده ويخلو مع الله رب العالمين في ليلة يبقى فيها مع ربه مستغفرا تائبا نادما، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. يعني نريد أن نعطي أنفسنا مع ربنا تبارك وتعالى نوع خصوصية، نبكي بين يديه سبحانه وتعالى، نتوسل إليه، نستغفره، نعتذر ونتوب. وهل هذا ما نفوز أو نكسب به أجر ليلة القدر؟ نعم. هي دمعة واحدة في هذه الليلة من قلب صادق قد تكون حجابا بيننا وبين النار، كلمة يعني صادقة من قلب منيب خاشع لله رب العالمين قد تكون حجابا بيننا وبين النار، دعوة لأحد بظهر الغيب. وأرجوكم أيها الأحبة ندعي البعض، يعني أنا بقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، طب ما أقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأني يعني واحد قد يكون صادق الدعاء صادق النية فيغفر الله تبارك وتعالى بدعائه لغيره، لذلك نتعلم أن ندعو للآخرين أيضا، ندعو ربنا تبارك وتعالى لأنفسنا، وهذا من فقه الدعاء أننا ما ندعيش لنفسي بس. والدعاء هو ما نريد أن نختم به هذه الدقائق التي قضيناها معك فضيلة الشيخ معنا اليوم. قبل أن تدعو لنا أشكر بالتأكيد ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، نرجو لكم صوما مقبولا بإذن الله، وختام هذا اللقاء بدعاء من فضيلتكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بصمديتك وقيوميتك، برحمانيتك وودك ومنك، أن تجعلنا الليلة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا الليلة من عتقائك من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم برحمتك ارحمنا، وارحم آباءنا، وارحم أمهاتنا، وارحم أزواجنا وذرياتنا، وارحم علماءنا وأستاذينا وكل من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد
محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع عن المسلمين في سوريا، وارفع عن المسلمين في اليمن، وارفع عن المسلمين في فلسطين، وارفع عن المسلمين في العراق وفي المشارق والمغارب كلها يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب اجعل هذا البلد آمنا، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين كلها أمنا وأمانا وعفوا وعافية يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.